اهلا بحضراتكم من جديد، وللمره الثانيه برحب بضيوفي الكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين لكره او ووتر بولو او كره الماء، وايضا مدير فني فريق 2003، وبرحب باحمد طبعا عبد الله، احمد ياسر عبد العزيز كابتن الفريق واحسن لاعب في مصر في سنه. كابتن، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على ان احنا، واثناء الفاصل كنا بنتكلم على ان احنا في النادي الاهلي ده، النادي الاهلي ده بيدينا بوش جامد جدا والله. يعني لسه كنا بنتكلم، يعني انا بزرع في الولاد اللي هم انت في نعمه النادي الاهلي دي، نعمه ربنا كرمك بيها. الناس بتتمنى تمشي بس تحك جنب السور عشان يقول لك انا جيت جنب النادي او لمست النادي الاهلي، فدي لازم بسها جواهم وبحسسهم بالقيمه اللي هو فيها، لازم يحس بقيمه النادي الاهلي. والميزه في النادي الاهلي ان هو دايما بطل، فالولد احنا من صغره انت لازم تكسب. يعني انا دي فيها يعني فشزار سائل قوي في الموضوع ويمكن حتى هم عارفين، يعني اما بنيجي بنزل العب معاهم لغايه دلوقتي بلعب لازم اكسب، ما بحبش يخسر خالص. يعني انت بتنزل تقوم معاهم كابتن، بنزل العب معاهم وادغدغ فيهم يا باشا، من الكلور شويه انت النهارده لاعب فانا بدغدغهم، بنقعد فدي بتزرع فيهم طالع مدربي مش عايز يخسر، يبقى انا مش هخسر بقى. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي ده اللي مزرعه في قلوبهم وفي دماغهم وفي عقلهم، يبقى صاحي نايم انا بطل، انا ليا قيمه، انا بلعب باسم النادي الاهلي، حاجه كبيره جدا. صحيح كابتن، لازم تقدر ده. يعني انا بكلم الاولاد، ما ينفعش يا ابني تقعد تتخانق مع اي حد او تروح في المدرسه تهزر مع واحد يروح خبطك ولا عامل، لا انت خجمه، حافظ على نفسك، هو مش لازمه، هي ربنا انعم عليك بنعمه النادي الاهلي، لازم تحافظ عليها وتقدر ده. فهو بصراحة الولاد أو الجيل بتاع 2003 ده يمكن موجودة فيهم كويس جدا، بيحافظ على نفسه، هو بقى يحكي بقى هو إيه بيوفق إزاي وبيعمل إزاي. أنا عايز أعرف